في مقابلة بين جيسيكا شيراوات وشخصية ما راح تتوقعها أبدا أبدا أبدا. كل اللي لعبوا ريفيليشن الأول اسمعوا في جيسيكا شيراوات عميلة مزدوجة تشتغل مع منظمة الـ FBC كموظفة تحارب الأسلحة البيولوجية ومحترمة جدا، لكن بالخفة أيضا تشتغل كجاسوسة لمنظمة ترايسل الإرهابية. باختصار هي كانت تشتغل مع الشرطة والحكومة وبنفس الوقت تسرب بالسر عينات بيولوجية ومعلومات مهمة عنهم. ابتع كله يا معلم يعني. طيب شو الجديد هني؟ أكيد في ناس عارفة هالشخصية. هالجديد هو ملف خاص اسمه تقرير جيسيكا، وهالملف ما تقدر تشوفه إلا مع نسخة بايو هازارد ريفيليشن اليابانية هارد كوبي، يعني مو من الستور، لازم تشتري السي دي بكبرة كليمتد إديشن. وبعدين هالملف على شكل فيديو جيسيكا تشرح فيه كل شيء مهم. هالفيديو للأسف فقط باللغة اليابانية بعد، لكنها موجود في اليوتيوب مترجم إنجليزي وأيضا في موقع فاندوم إذا تبي تقراه بالإنجليزي. يلا نبدأ. يبدأ الفيديو بصوت جيسيكا تقول أن في 2004 أطلقوا على مدينة تيراغريجيا فيروس تي أبس من خلال طيارة درون بدون طيار، وحول المكان بالكامل إلى جحيم. والمنظمة اللي قالت أنا السبب اسمها الفيلترو، وقالت أن الاسم مالهم معناه تكرمون الكلب السلوقي بالإيطالية، وأخذوا الاسم من كتاب كوميدي إيطالي اسمه دانتي. وقالت المضحك أن منظمة ما حد يدري عنها شيء فجأة صارت عندها أسلحة بيولوجية. وهالمنظمة معروف عنها قبل إنها كانت مجموعة طلاب تحولوا إلى عصابات وحروب متطرفة، يعني شغل مسدسات بالكثير فقط لا غير، ما هم ذيك القوة. هالهجوم غير نظرة العالم عن الأسلحة البيولوجية، يعني موضوع سبنسر وراكون موضوع مو هين. كانوا الناس يعتقدون بعد حادثة راكون ما راح يكون في وضع أو مصيبة نفس اللي صارت في راكون، بس الآن لا 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 يا حبيبي، الموضوع هذا ما ينسكت عنه، يعني راكون ممكن تتكرر مرة ومرتين وثلاثة، وهالشيء شيش الناس عالميا وقدام الصحافة وكل شيء. تيراغريجيا انمسحت تماما من خلال سلاح خاص بالأقمار الصناعية وتدمرت تماما عشان يقضون على كل الأسلحة البيولوجية اللي انتشرت في المدينة. وجيسيكا تقول بعد الحين مرت سنة على حادثة المدينة، وتسربت معلومات لها إيه من منظمة BSAA إنهم عرفوا بعد إن احتمال الفيلترو تهجم مرة ثانية بمكان مو معروف وينه حتى الآن. وهم قالت إن منظمة FBC بعد حادثة المدينة قدرت تقضي على كل أعضاء المنظمة اللي هي الفيلترو بالكامل ما عدا واحد ما لقوه حتى الآن، وهو زعيم المنظمة اللي اسمه جاك لورمان، وما زال جاري البحث عنه. جيسيكا بعد تقول إن جاك نورمان اللي نشر فيديو موجود الآن في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن مسؤوليته عن نشر الفيروس في مدينة تيراغريجيا اللي تدمرت تماما وتوعد بالمزيد. وبعدين قالت إنه لازم تتأكد من كلام جاك، هل هو فعلا صحيح أو الرجال قاعد يهايط. بعدين أجرت اتصال مع منو؟ تخيلوا شباب، منو؟ إكسل ليجيون اللي بالجزء الخامس ما غيرها، الفصعة اللي تحب ويسكر. هني هي ترى رئيسة منظمة ترايسل، ولازم أحط لكم اللقاء بالكامل ومترجم مني أنا شخصيا، لأن الصوت الياباني يا أخي فخم، وربي فخم كأني قاعد أشوف أنمي. وبعدين تكلمت عن الفيروس تي فوبس، بس ما عليه، ما راح أتكلم عنه بهالفيديو. ليه؟ لأني إن شاء الله قاعد أجهز له شرح تفصيلي بالكامل يشرح كل شيء عنه بإذن الله، فما أقدر أحط معلومات هني وأرد أكررها بفيديو ثاني الحال. لكن المقابلة خيالية يا شباب، أتمنى أنكم تشوفونها. وبالنهاية لا تنسون النشر والاشتراك والإعجاب، ونلقاكم قريبا، ويلا استمتعوا في المقابلة. クリス・レッドフィールド BSAA 設立時メンバーであるオリジナルイレブンの一人、卓越した射撃能力と近接戦闘格闘術、アメリカ空軍に在籍していたこともあり航空機の操縦技術も持ち合わせている。彼とチームを組んだことはないわ。このミッションが初めてよ。でも敵役だと思いません？彼の背中を私が守り、私の背中を彼が守る。ジェシカ、無事か？ええ、クリス、問題ないわ。まるでハリウッド映画のワンシーン。
次は彼の経歴について聞かせて。了解。クリスのバイオ兵器との戦いは1998年アンブレラアークレイ研究所で起こった T ウイルスの漏洩事件、通称洋館事件に始まる。ラクーン市警察のスターズ時代ね。連盟が重要視した彼の経歴の一つよ。彼は現実のヒーロー。マントとマスクはしてないけど、歴戦に次ぐ歴戦の末も彼は必ず生き残った。そしてその度に戦果を上げ、ついにアンブレラを壊滅させた。その経歴は BSAA 内でもトップクラス。製薬企業連盟の一員として彼には感謝しているわ。彼がアンブレラを追い詰めなかったら、我々の問題はさらに大きくなっていた。だからこそ連盟は BSAA を組織し、そのメンバーにクリスを招聘したと。そうね、私たちにはバイオテロに対することのできる組織が必要だった。技術を有する者の責任としてね。ジル・バレンタイン、彼女もオリジナルイレブンの一人であり、クリス同様スターズ出身。重火器の扱いに長け、実戦もそつなくこなし、キーピックで簡単な鍵ならこじ開けることもできる。そうそう、爆発物処理のスキルも持っていると聞きました。正直ジルの優等生っぽいところはちょっと苦手。でも彼女のスキルは尊敬に値すると思っています。仕事は友達付き合いとは違うから、それで問題ないでしょ。いいわ、成果を上げてくれれば我々として問題は何もない。ジル・バレンタインはラクーンシティ壊滅事件の数少ない生存者の一人なんでしょ。ええ、洋館事件後彼女はラクーンシティに残り、独自調査を続けた。ラクーンシティ全体がバイオハザードに見舞われたのはその2ヶ月後よ。もっとも公式発表からは T ウイルスのことはきれいに抹消されていましたが、あの当時バイオ兵器の存在が公になることは誰にとっても都合が悪かったのよ。誰にとっても、もちろんそれは政府にも適用される。滅菌作戦と称して政府が発射したミサイルが街を消滅させたのは、彼女がラクーンシティを脱出した直後。彼女きっとあの光景を一生忘れることはできないと思う。あなたも同じ経験をしたから。そうね、でも私はあの時無力感しか感じることができなかったわ。パーカー・ルチアーニ、FBC 上がりのエージェントよ。じゃああなたと同じね。彼は FBC からの同僚だから、良くも悪くもって意味でよく知ってる。彼は頑固で融通きかなくて、不適切な表現でごめんなさい。はっきり言っちゃえばクソブキよ。なるほど。それで彼はなぜ BSAA に？パーカーが BSAA に移籍したのは1年前。きっかけはもうお分かりとは思いますが、テラグリジアパニックが原因よ。現場で下されたあの決定が FBC のメンツを守るためでもあった事実を否定できず、彼は悩んでいた。酒を浴び自分を失わせてやり過ごそうとしていた時期もあった。でも彼がたどり着いた結論は、より人々を守るための戦いをするため BSAA に移籍することだったの。確かにクソ不器用ね。そこが可愛いところでもあるんですけど、本当に。キース・ラムレイとクエント・ケッチャム、この二人は一緒の方が説明しやすいわ。問題ないわ、ワンセットで。インドアとアウトドア、思考派と行動派、慎重派と大胆派、彼らを理解するにはおよそ思いつく限りの正反対の対義語を並べてみてください。情報分析を専門とし、機械オタクのクエントと特殊傭兵部隊での戦歴を持ち、実戦で鍛えたキース、2人はいつも意見が合わず口喧嘩しているように見えるけど、彼らが実力を最も発揮するのは2人を組ませた時。互いの欠点を自然と補うと
理想的なチームね。BSAA 代表のクライブ・アール・オブライエン。今回の作戦指揮は彼が直接取っているわ。だからみんなちょっとピリピリしてる。珍しいわね。今まで彼が表立って指揮を取るなんてほとんどなかったはず。彼は自分が目立つことを好まないの。右手の行いは左手に知らせるな。オブライエンの口癖よ。また遺伝6章3節ね。栄光を求める動機はそれ自体不純である。それだけじゃない。賢者は沈黙を貫く。ひょうひょうとした態度で交わし、手の内は明かさない。服装もラフでいつもだらしない感じだけど、実はああ見えて老獪なのよ。でなければ BSAA を率いることは難しいわ。確か彼はテラグリジアパニック時に BSAA で唯一現地派遣されていたはずね。解決方法をめぐって FBC 側と確執があったとも聞いてるけど。どうでしょうね。少なくとも現場の指揮権はあくまで FBC 側にあった。オブザーバーとしてのオブライエンの意見はほぼ無視されていたと言っていいわ。 FBC についても話してくれる？ええ。合衆国の対バイオテロ部隊であるフェデラルバイオテロリズムコミッション、通称 FBC の長官モルガン・ランズディール。初代長官にして現在に至るまで唯一の長官よ。つまりFBC における彼の権力は絶対的。独裁的とも言えるわ。 FBC ではどんな些細な事象もモルガンを通さなければ動くことすらできない。逆に彼しか知らない事実も山ほどあるでしょうけど。でも結果から言えば、今や FBC は世界最大の対バイオテロ組織。バイオテロの脅威を知った世論を味方につけ、大幅な組織強化を議会に承認させた。それもモルガン・ランズディールという強固な意志があってこそ成し得たとも言えるわ。 FBC 所属エージェントのレイモンド・ベスター。私とパーカーが FBC にいた頃はまだ新人で、可愛い後輩って感じだったわ。今も時々噂は聞くけど。あまりいい話は聞かないわね。強引な捜査、現地警察に対しても排他的で非協力的。 BSAA の活動を妨害したことも一度や二度じゃないと聞いてる。そうみたいね。こっちに移籍してから彼とは連絡取っていないの。だからそれ以上のことは私もわからないわ。ありがとう。あなたの見解は興味深いわ。あなた自身のことを理解する上でも非常に参考になった。どういたしまして。ご褒美は、そうね、こないだ出した休暇申請の受理でお願い。いいわ。ホームワークの提出が条件よ。わお、ここってハイスクールだったのね。じゃあ交渉成立。素晴らしい報告を期待して。